نمر الآن إلى موضوع آخر والمتعلق بشأن الدبلوماسي، أين حل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر رمساهل اليوم بمدينة البيضاء شرق ليبيا في زيارة عمل تقوده إلى عدة مناطق بالبلاد، وهذا في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر من أجل دعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية. وقد استقبل السيد رمساهل من طرف شخصيات محلية بمطار الأبرق الدولي بمدينة البيضاء الليبية، أين شرع في جولته التي ستشمل مدن ومناطق مختلفة بالبلاد، سيلتقي خلالها العديد من الشخصيات السياسية والنشطاء الفاعلين في المشهد السياسي الليبي. وتندرج هذه الجولة في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر قصد التقريب بين مواقف الأشقاء الليبيين من أجل التوصل إلى حل سياسي ومستدام للأزمة من خلال الحوار الليبي الشامل وكذا المصالحة الوطنية. طيب، للحديث عن هذه الزيارة نربط الاتصال مباشرة مع السيد أحمد مزاب رئيس لجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة. مساء الخير سيدي. مساء الخير، اهلا وسهلا، اهلا بك. طيب، بداية استاذ احمد مزاب، هل يمكن ان تعتبر بان الزيارة التي تقود عبد القادر مساهل الى ليبيا تعتبر رسالة دعم قوية لحلحلة الأزمة الليبية؟ اولا، هذه الزيارة من حيث التوقيت هي تكتسي أهمية بالغة باعتبار انها تأتي في توقيت ان الأزمة تشهد تعقد، تشهد مؤشرات مخيفة على واقع أمن واستقرار دول الجوار الليبي، في إطار كذلك تفاقم الاختلاف والصراع ما بين الفرقاء الليبيين، من حيث الأثر كذلك أنها سوف تمنح ثقة أكبر في الدور الذي تلعبه الجزائر، خاصة لما سوف تتركه هذه الزيارة من انطلاع بالنسبة للأشقاء في ليبيا، باعتبار أن الجزائر تتقرب إلى كافة الأطراف، والزيارة الميدانية ستجعل السيد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي جامعة الدول العربية يقف على مجريات الأمور وعلى تطورات الأمور على الأرض، بالتالي يمكن أن يترجمها في إطار المساعي التي تبذلها الجزائر من أجل التقرب في وجهة النظر. كذلك نحن نعي جيدا بأن الفاعل الاجتماعي في الداخل الليبي سيلعب دور كبير جدا في المساهمة وفي تحريك الأمور باتجاه الجلوس على طاولة الحوار، وهذا ما تسعى إليه الجزائر في مقاربتها. بالتالي هذه الزيارة من حيث التوقيت ومن حيث الأثر هي مهمة ومهمة جدا، خاصة في ظل المجهودات التي تبذل من أجل إزاحة الحواجز والعراقيل والعواقب، وكذلك ستسمح بالاستماع إلى كل الأطراف وإلى كل الفاعلين الاجتماعيين. طيب أستاذ أحمد مزاب، هل تعتقد بأن الجزائر سترمي بكل ثقلها الدبلوماسي في الملف الليبي، خاصة بعد التطورات الأخيرة وما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية حول دعوة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوجه نحو تقسيم البلاد؟ الجزائر على وعي تام وعلى إدراك تام بأن خلفية السيناريوهات التي تحاك في المنطقة وطبيعة الأزمات التي استهدفت بها المنطقة هي تسعى إلى استهداف أمن الدول وإلى أمن كذلك إلى وحدة الدول ووحدة المجتمعات ووحدة المؤسسات. بالتالي دائما المقاربة الجزائرية تقوم على وحدة الدول ترابيا ووحدتها اجتماعيا ووحدتها مؤسساتيا. الجزائر كذلك تعي بأنه من الضرورة بأن يكون هنالك السعي في إطار جمع الفرقاء على طاولة حوار واحدة من أجل أن هذا يخدم الأمن القومي الجزائري ويخدم كذلك مواجهة السيناريوهات المحتملة والمتوقعة والممكنة، وإذا كذلك ما أدركنا بأن جملة هذه الظواهر السلبية تتغذى من طبيعة هذه الأزمة. بالتالي أن ترمي الجزائر بكل ثقلها في هذا الملف من أجل جمع الفرقاء ومن أجل كذلك إيجاد مخرج للأزمة الليبية هو يدخل في صميم السياسة الخارجية للجزائر ويدخل في صميم كذلك القناعة الجزائرية، خاصة إذا ما تحدثنا على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين الجزائر ودول الجوار. شكرا لك سيد أحمد مزاب رئيس اللجنة الجزائرية.